في المجتمع اللبناني تقريبا كل بيت مشاهدينا يستخدم فيه اكثر من لغه، واوقات 3 لغات واربع لغات. هالشيء بيشتغل لصالح اولادنا او بيشتغل ضدهم بتعلم اللغات، ان كان اللغه العربيه او اللغات الاجنبيه. راح ناخذ راي المتخصصين بالتربيه. ضيفتنا هي السيده إديث قوبا هريش. اهلا وسهلا فيك سيده إديث. حضرتك اختصاصيه بتقويم النطق واللغه واستاذه جامعيه. اليوم أمر طبيعي أنه نلاقي بكل بيت لبناني يستخدم لغتين وحتى 3، وكتار من الأهالي وحتى الأولاد بحد ذاتهم عم بيستخدموا هالشي كحجة على ضعف باللغة العربية عندهم. هل هالشي بيشتغل ضد الولد أو مع الولد بالدرجة الأولى؟ نحن عنا ميزة أساسية للمجتمع اللبناني، وهيدي انخرطت يمكن بتاريخ البلد وبتاريخ لبنان، هي هالتعدد باللغة اللي هو ميزة البلد للانفتاح على العالم. ميزة إيجابية، ميزة كتير إيجابية، وأكيد بتشكل نوع من الانفتاح للحضارات وللكالتشر المختلفة بالعالم. هلأ كتير بتنطرح الأسئلة لأنه بخصوص التطور النطق واللغة عند الولد، لأنه بس يفوت على المدرسة إجمالا وحتى ما قبل المدرسة يعني بالبيت عم بينوضع بإطار متعدد اللغات. أكيد اللي فينا نقوله أنه لما بين تعدد اللغات ما بيشكل خطر على تطور اللغة والنطق عند الولد. تعدد اللغات بيساعد الولد على أنه يكون عنده استعداد ليتكيف مع أشخاص مختلفين، مع محيط مختلف، يمكن مع ثقافة مختلفة. بس المهم أنه الإطار اللي عم ينحط فيه الولد لحتى يكتسب هاللغات المتعددة يكون إطار صحيح وسليم. يعني اللغة اللي عم يسمعها عم يسمع لغة سليمة، كلمات واضحة، كلمات واضحة وسليمة وصحيحة، إن كانت بالفرنسي بالعربي بالإنجليزي بالأرمني، حيلا لغة عم تستعمل بمحيط الولد، تستعمل بالطريقة الصح وتستعمل لأهداف تواصلية. نعم. الدراسات أثبتت أنه الولد بطريقة تكوين دماغه قادر يستوعب أكثر من لغة، حتى 5 لغات 6 لغات وسبع لغات. هالشي صحيح كمان؟ نعم، الولد كل ما حطيناه بإطار سليم مع input مع لغوي سليم بيقدر يستوعب اللغات. المهم أنه يكون في كمية لغوية عم يسمعها صحيحة. يعني ما في أنا أتكل أنه يكون عنده مرونة باللغة العربية إذا عم يسمع العربي ساعة بالأسبوع، بس في أقول أنه إذا عم يسمع كمية كافية وبنفس الوقت بطريقة quality كمان كافية، ساعتها أكيد بيقدر يكتسب اللغات. مع العلم أنه بتطور وظهور الكلمات، يمكن أول كلمات عند الأطفال المتعددين اللغات تظهر بنفس العمر مثل الأطفال اللي ما عندهم الأحادي اللغات، اللي ما عندهم لغات متعددة بمحيطهم. بس أكيد يمكن حسب تكيف الولد وحسب المحيط تبعه وشو عم ينعطى له، بيصير في تفاوت بالمستويات اللغوية بين لغة وتانية، وخاصة بالمخزون اللغوي تبعه اللي بيكون متشعب وبيكون موزع على اللغات اللي هو بيعرفها أو عم يسمعها. نعم. الولد فإذا الانبوت أساسي، انبوت بمعنى أنه تكون لغة سليمة وصحيحة، وكمان الوقت اللي بيتعرض الولد خلال النهار أو الأسبوع لهاللغة، يعني كمية الوقت أساسي لتعلمه هاللغات بشكل صحيح. أكيد هيدي من الأشياء الأساسية اللي أثبتت الدراسات، أنه لما بده يكتسب الولد هاللغة لازم تكون هالعوامل جاهزة وإيجابية. بنفس الوقت منلاحظ أنه الولد بالنهاية بيتكيف كتير منيح مع الشخص اللي عم بيحاوره، بيعرف كتير منيح من هو وصغير انه مع هذا الشخص يمكن اضطر احكي بالانجليزي او مع هذا بدي احكي فرنسي او باللبناني. كتير الولد عنده هالقدرة على التكيف وعنده هالمرونة الدماغية من هو وصغير. يقدر يبلش يتكيف. خليني اتوقف عند هالنقطة سيدة هريش، لانه اوقات الولد عم بيضيع لانه في عدة اشخاص عم بيتواصلوا معه
أكثر من لغة، قديه مهم أنه يكون الشخص مركز على لغة واحدة مع الولد؟ يعني إذا الأم بتحكي معه بالإنجليزي تركز على اللغة الإنجليزية معه، إذا الأب بيحكي معه عربي هو مسؤول عن تعليم الولد اللغة العربية إلى آخره. هلأ نحن منقول شغلة كتير أساسية، أنه إذا الأهل هن مرتاحين مع اللغة يستعملوها مع طفلهم، إذا منهم مرتاحين ومنهم متمكنين منها ما يستعملوها. يعني إذا الأم مثلا بالبيت هين عليها تحكي فرنسي ما بتحكي عربي، مطلوب منها أكثر شيء تتواصل مع ولدها باللغة اللي هي بترتاح فيها لحتى تساعده بعملية هالتواصل. هلأ التركيز على لغة واحدة إذا الشخص منه متمكن من اللغة الثانية، بس إذا الشخص متمكن من اللغتين ما في مشكل إنه نتواصل مع الولد باللغتين حتى لو كان نفس الشخص، لأنه كمان الولد رح يتكيف مع المحيط. وبالنهاية مثلا الأهل شو بيقولولنا؟ بيقولولنا إنه وقت بدي درسه بحكي معه بالفرنسي لأنه عم بكون عم درسه الجرامير القواعد اللغوية تبع اللغة الفرنسية، بس لما بدي أقول له أشياء أو حاوره عن أشياء صارت معه خلال النهار تنقل له لغة أخرى، للغة أخرى، لغة اللي هي أصلاً يمكن لغة التواصل بالذات ولغة التواصل ضمن العائلة. لأنه في أوقات نحن ما ننسى أنه الولاد بفوتوا على المدرسة كمان مدرسنا كلها متعددة اللغات. صحيح. يعني هالولاد عم يتعرضوا كمان بالمدرسة مع أصحابهم مع معلماتهم وعم يرجعوا ينقلوا للبيت كمان هالموضوع هيدا. لهالسبب مهم أنه نقدر نكون مرتاحين مع اللغة، في ارتياح لأنه الأساس هو التواصل. وإذا الولد بده يحس حاله مجبر أنه يسمع لغة معينة أو الشخص اللي مقابله وعم بيحاوره مجبر أنه يستعمل هاللغة وهو منه مرتاح فيها، ما في مجال لهالتواصل هيدا بالنهاية، ما في مجال معقول هو يحس حاله مجبر بلغة معينة كمان أنه يضطر يختار لغة حتى يتواصل مع هالشخص. مزبوط. هلأ اختيار اللغة يمكن يكون مضطر ببعض الأحيان إذا الشخص اللي عم بيحاوره ما بيحكي إلا لغة واحدة مثلا، بيتكيف الولد، بيقدر يتكيف من هالناحية هيدي. من الأغلاط اللي منرتكبها نحن بتعلم أي لغة هي إنه منخلط اللغات. يعني نحن لبنانية مشهورين بجملة هاي كيفك سافا، هالشي قد ايه بيشتغل ضد الولد بتعلم أي لغة إن كان اللغة العربية أو اللغات الأجنبية بشكل صحيح. هلأ من ميزة الأشخاص المتعددي اللغات كمان أنه يكون في تعدد لغوي بنفس الجملة بنفس تركيبة الجملة، هذا اللي منقله الميكسينج نحن. الخلط إجمالاً بيكون أكثر شيء على صعيد المخزون اللغوي، على صعيد الكلمات، ببعض الأوقات على صعيد الأفعال. ولكن هالشيء ما بيدل على ضعف بالمخزون اللغوي لما بنضطر نستخدم الكلمة بلغة غير اللي عم نحكيها، لأنه ما عم نلاقي الكلمة باللغة اللي عم نحكي فيها. هلا ما فينا نحكي بضعف بالمخزون اللغوي كضعف كمي، لأنه بالنهاية الولد أو الشخص عنده المخزون اللغوي تبعه مثل ما قلنا موزع على كل اللغات اللي هو بيمتلكها. بس يمكن لحتى تطلع الجملة صحيحة سليمة نحس إنه إلها معنى، خاصة بس يكبر الولد، يمكن هو صغير بعد هالموضوع مقبول. وكمان كتير من حفز الولد إنه ببعض الأوقات إذا ما بتعرف الكلمة بالعربي قولها بالفرنسي أو قولها بالإنجليزي، المهم تقولها، المهم تعبر، المهم تقدر تتواصل وتوصل فكرتك، لأنه التواصل هو الأساس بالنهاية. بس لما يمكن يكبروا بيصير عندهم المرونة الدماغية، خاصة من بعد عمر 12 سنة بيكبر دماغهم أكثر، بيتطور الدماغ وخاصة الجهة الأمامية من الدماغ الفرونتال من إلا اللي هي بتساعد إنه يصير في مرونة لحتى الولد يقدر ينقل بطريقة سريعة من لغة لتانية من دون ما يكون عنده نحس إنه هالميكسينج عم بيضيعه. بالنهاية هو ما عم بيضيعه، بس هو يمكن يرتكز عليه لحتى يقدر يوصل الفكرة اللي بده إياها. نعم. هل في أولاد عندهم استعداد أكثر من غيرهم لتعلم لغات عديدة؟ طبعاً في أولاد، نحن بنقول إنه حتى الأطفال اللي عندهم صعوبات لغوية وصعوبات بتطور اللغة ما في مشكل إنه يتعلموا عدة لغات، بالعكس ببعض الأوقات. يعني هالشيء ما بيأخرهم. تعلم عدة لغات بيساعد الولد إنه يطور قدراته التواصلية وبالتالي يتكيف مع المحاورين اللي مقابله. يعني حتى الأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية قادرين يستوعبوا أكثر من لغة. قادرين يستوعبوا أكثر من لغة على صعيد اللغة المحكية، على صعيد النطق الشفهي. المهم إنه يكون في إرادة
كمان موتيفيشن، ويكون الولد تحفيز. التحفيز مزبوط، تحفيز من خلال المحيط تبع الولد لها اللغة، لأن كمان إذا في نظرة سلبية للغة كمان هالولد ما رح يحبها، أو إذا بدنا نضلنا نقول العربي صعب ما رح يتعلموا الأولاد العربي، إذا بدنا نضلنا نقول الإنجليزي أهيا من الفرنسي رح يتركوا الفرنسي. بالنهاية لازم يكون في نظرة إيجابية للغة، من التشجيع للولد، التشجيع للولد، وبالنهاية مع أخذ بعين الاعتبار كل هالمؤشرات اللي حكينا عنها. يعني إذا الولد عم يوصل له ما بدي أجبره يتعلم إنجليزي، إذا هو ما عم يسمع إنجليزي إلا مرة بالأسبوع وبس، يعني بدنا الكمية والنوعية تبع النطق اللي عم يتوجه له، بنفس الوقت التشجيع وتحفيز اللغة اللي عم يسمعها. الموتيفيشن كتير مهمة، الإرادة كتير مهمة، تعلم عدة لغات ما بيصير أكيد بالإجباري. يعني البراتيك كمان كتير مهمة سيدة هريش، ومنعرف أنه أغلبية البيوت بينحكى فيها أكثر من لغة، ولكن في بيوت لغاية اليوم ما بينحكى فيها إلا اللغة العربية. هالشي كمان ممكن يأخر الولد بتعلم لغات أجنبية بالمدرسة بإطار خارج البيت. إجمالاً الأولاد بس يوصلوا على المدرسة عندهم كمية وقت كافية لحتى يتعلموا اللغة الأجنبية، اللي هي رح يدرسوا فيها المواد الثانية مثل الماث والساينس في فكرة أساسية أنه ما رح يأخرون، بس المهم أنه امتلاك اللغة يكون صحيح. ومن هون الحوار والتفكير ومحاورة الولد باللغة اللي عم يتعلم فيها بتخليه يفكر عن طريق هاللغة مش عن طريق لغة تانية. نعم. وبالتالي يصير في activation، تحفيز براسه للكلمات والمصطلحات المستعملة بهذه اللغة أو باللغة التانية. يعني بالنهاية نحن اللي منقوله لو بالبيت عم يحكوا عربي بس ما في مجال لينحكى لغة تانية لأنه الأهل مرتاحين بهيدي اللغة، نحفز أوقات التواصل والمحاورة والحديث اللي هي بتساعد الولد أنه يقدر يوصل فكرته بطريقة تجريدية، خاصة بعمر المراهقة بصير في كتير معلومات بده يوصلها الولد، تدافع معلومات ومعاني تجريدية بطلت ملموسة مطبقة يمكن على صعيد محلي. يعني يوصل الولد فكرته باللغة اللي عم يتحاور فيها مع أهله، وبالنهاية بالمدرسة يصير في أوقات وتحفيز للنطق الشفهي باللغة الأجنبية. يعني يتخصص وقت خارج إطار المنزل يتمرن على اللغة، براتيك خاصة بالمدرسة، لأنه بالمدرسة بس نوصل لصفوف يمكن متقدمة شوي، ثانوي أو متوسط، يمكن بتخف الأوقات اللي بنعطي أهمية فيها. لازم يكون متمكن باللغات بهالمرحلة الشفهي، من هيك لازم نرجع نعطيها أهمية. حتى لو الولد بده يشرح بروبليم ماتيماتيك أو بده يشرح شغلة معينة بالسيونس، كتير مهم أنه يشرحها باللغة اللي هو بده يعتمدها ليحل المسألة. نعم. الحسابية أو السيدة هريش، خلينا نرجع للغتنا الأم اللغة العربية. اللغة العربية الصحيحة اللي نادراً ما نلتقى بشخص بينطق بشكل صحيح باللغة العربية، يمكن بالأخص عنا بلبنان لأنه بنحكي بالدارج ما بنحكي باللغة الفصحى. هالشي كيف بيأثر علينا مع تعلم اللغة عند أولادنا؟ هلا في فروقات معينة بين اللغة العربية واللبنان المحكي، لأنه خاصة على صعيد الفونولوجي مخارج الحروف. نعم. كتير مهم، ونحن منقول تحديداً مخارج الحروف، تحديداً مخارج الحروف الأساسية. وبيوصلوا الأولاد يمكن على مراحل متقدمة من المدرسة وبيصيروا الأصوات القاف والكاف والإشياء بتنخلط شوي، والكل بيتفقوا، كل التلاميذ بيتفقوا أنه مادة اللغة العربية هي الأصعب بين كل المواد اللي بياخدوها. كتير مهم يتعلموا اللغة العربية، اللغة الفصحى، يقدروا يسمعوها من خلال أشياء متعددة من حياتهم، يعني من خلال البرامج التلفزيونية اللي عم تنعطى. ما بقى في على المحطات اللبنانية ما بقى في برامج باللغة العربية الفصحى، يعني شو هي المصادر اللي ممكن نلجأ لها حتى نقوي أولادنا؟ أو الإنترنت، في أشياء على الإنترنت كمان موجودة يقدروا يسمعوا، يعني مثل ما بنقول لحتى نحفز اللغة الأجنبية يسمعوا الأخبار أو يسمعوا أشياء على الإنترنت. قراءة كمان بتساعد، والقراءة كتير بتساعد، والقراءة مع الفيدباك، يعني بدو الولد يقرأ ويسمع حاله كيف عم يقرأ، وهلأ كتير هينة إذا سجل حاله، يسمع حاله كيف عم يقرأ ويسمع شخص
تاني عم يقرأ بطريقة صحيحة مع مخارج حروف صحيحة يسمعهم كمان ويصير في مقارنة بين اثنين لحتى يقدر يستوعب. كتير مهم القدرات السمعية البرسبشن. نعم. كتير مهم كيف عم يقدر يوصل حتى يصير في تهذيب للسمع إصغاء حتى هو يحدد أو يسمع بنفسه نقاط الضعف عنده بالنطق. هيدي كتير أساسية لحتى يقدر يصلحها ويشتغل عليها. الأهل أكيد بيلعب دور بهالموضوع، إن كان إنه يتمرنوا مع ولدهم باللغة أو هن يسمعوا ولدهم النطق بشكل صحيح. أعطينا فكرة عن دور الأهل كيف ممكن يساعد. دور الأهل أنا كتير بشدد على دور الحوار، يعني المحادثة والحوار بحيال اللغة كانت المهم إنه يكون في على طول محادثة لحتى الولد يقدر يعبر عن أفكاره، لأنه صرنا بعصر يمكن الأولاد عم بيحكوا بالنعم ولا عم بيجاوبوا بالنعم ولا ما في تطوير ومرونة للجمل ولا أصول الحديث عند الولد، وهيدي كتير أساسية لحتى تعطيه ثقة بالنفس. يعني الولد لما بيعرف يدافع عن وجهة نظره، لما بيعرف يدافع عن فكرته باللغة اللي بده إياها، وخاصة باللغة اللي هو ممتلكها كألوان لألو كلغة أساسية، بيقدر هالشي بيعطي ثقته بنفسه بيخليه يكون عنده ينجح أكثر بحياته. وخاصة ما ننسى بكرة إذا بده يصير في انترفيو لجوب معين لشغل معين، ما رح ياخدوه إذا ما عنده قدرة أنه يدافع عن فكرته ويقدر يقنع الشخص اللي مقابله بلغة الأم. ليش أولادنا اليوم عم بيختاروا الألوان إنها ما تكون اللغة العربية؟ ليش عم بيختاروا الإنجليزي أو الفرنسي؟ ليش ما عم نلتقي بأي ولد أو مراهق عم بيقدر ينطق باللغة العربية بشكل سليم أو صحيح؟ يمكن هذا الموضوع بيختلف حسب المناطق وحسب كمان النظرة. برجع على النظرة اللي منعطيها للغة والأهمية. وكأنه اليوم مش دارج سيدة هريش أنه نحكي باللغة العربية حسب الأشخاص وحسب يمكن منه هالموضوع معمم، يمكن بمناطق معينة عند أشخاص معينين مزبوط، بس في برجع على قصة النظرة للغة وقديش لازم نشجع الأولاد ما يكون في تفرقة بين أهمية معينة تنعطى للغة أو للغة تانية، مع العلم أنه رح نوصل لها يمكن. طب هون مش مسؤولية الأهل أنه يشجعوا الموتيفيشن يكون من قبل الأهل ومن أكيد. عمر كتير صغير أكيد. أنه التركيز يكون على لغة الأم اللغة العربية، مش بالضرورة على اللغة الأم. التركيز يكون على هالتعدد اللغات بس من دون ما نعطي أهمية للغة على لغة أكثر من لغة تانية، لأن كل لغة إلى ميزاتها، كل لغة إلى استعمالها، وكل لغة رح تفيده للولد. يعني بالنهاية لازم نعلمهم يطلعوا شوي لأبعد، أنه بس يكون عندهم 3-4 لغات على السي في أحسن من أنه يكون عندهم لغة واحدة على السي في. في لغات مطلوبة كتير كمان، واليوم اللغة العربية مطلوبة عالمياً. اللغة العربية مطلوبة عالمياً، الإنجليزي، الفرنسي، الإسبانيولي، يعني كل هاللغات هيدي نشجع الولد على تعدد اللغات، ما نخاف من تعدد اللغات، ما نخاف، بس يكون في تحفيز سليم للغات اللي عم يتعرض لها الولد، لأنه يمكن يضطر يستعمل الإنجليزي بمجال معين والعربي بمجال تاني. لازم يكون في ضليع بالمجالين وبنفس الوقت باللغتين. نعم. اللي بده يستعملهم. بأي لغة بتحبي أشكرك؟ باللغة اللي بدك. ثانك يو، ميرسي، جراتسي. السيدة إديث قوبا، شكرا لك لهالمعلومات القيمة، أهلا وسهلا فيكي. واقفة قصيرة مشاهدينا ومنتابع مع إيت سمارت، خليكم برفقتنا.